وفي محافظات شمال المملكة أقيمت عدة احتفالات لتخريج أفواج مدرسية شملت طلبة مدارس راهبات الوردية في إربد ومدرستي الأسقفية العربية في إربد والروم الأرثوذكس في بلدة الحصن. وقد تخلل الاحتفالات التي حضرها معلمو ومعلمات المدارس وأهالي الطلبة إلقاء كلمات للخريجين ووصلات غنائية قدمها طلاب وطالبات المدارس، واختتمت الاحتفالات بتوزيع الشهادات على الخريجين. إلى التفاصيل. إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. فرحة النجاح هي أحلى فرحة بالحياة. كاميرا نورسات عاشت أجواء الفرح بكل لحظة ضمن سلسلة احتفالات المدارس بتخريج طلابها. فاحتفلت مدرسة الأسقفية العربية بتخريج الفوج الثالث لعشر طلاب من التوجيهي للعام الدراسي 2023-2024 بالمسرح الرئيسي للمركز الثقافي بمحافظة إربد. رعى الحفل مندوب عن سمو الأمير مرعد الدكتور عمر حمزة وسيادة رئيس الأساقفة الدكتور حسان نعوم مطران كنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وأكيد بحضور عدد من وجهاء إربد وممثلين عن مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد، إضافة لعدد من الآباء الأجلاء وأولياء الأمور وأكيد الأصدقاء. برنامج الحفل هو بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 78، لنبلش بالسلام الملكي وكلمة ترحيبية من راعي كنيسة الأسقفية ونائب مجلس الإدارة القس سمير سعيد، ليدخل من بعدها موكب الخريجين وسط هتافات بمرافقة عيون الأهل والأصدقاء اللي كلها فرح. هلا مصبوط، هو حفل وأجواء حلوة والكل مبسوط، لكن كلمة غزة وأوضاع غزة ما راحت عن بال الموجودين بفقرة خاصة للسلام باسم سوف نمضي من طلاب وطالبات المدرسة. لتيجي مديرة المدرسة ست صباح زريقات وتأكد بكلمتها إنه السلام حق، السلام رسالة الرب على الأرض، فرسالة غزة بصمودها وقت الشدائد، ومنهم يتعلم الصمود والحق. ما تقدمه الأسقفية العربية وما تؤمن به في رسالتها هو إعداد مواطن صالح مؤمن بالله تعالى، تعمل على ترجمة ثقافة التعليم الدامج وتعليم من أجل السلام، رسالة إنسانية خدماتية. بحب في هذا اللقاء أهنئ طلابي الخريجين، أهنئ أولياء أمورهم، وأتقدم كمان بتهنئة وشكر لمعلميهم للهيئة التدريسية والمعلمين كافة في الأسقفية لما يقدموه ولما يعطوه من خدمات ومن جهود يبذلونها في خدمة طلابنا المتميزين. وليرجع يؤكد الخريجين عن مشاعرهم بهاليوم بكلماتهم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية عن السلام للأهل بالقطاع، وكمان شكر وامتنان للمدرسة، وليتم عرض فيديو خاص فيهم وعن حياتهم بالمدرسة واللحظات اللي عاشوها سوا. وكلمة المطران نعوم كانت كلها دعوة للمحبة والسلام للعالم كله تجاه غزة، ووجه رسالة شكر للمدرسة على كل شيء بتقدمه للطلاب من برامج تعليمية وعملية وحرصها على إشراك طلابها بنشاطات المجتمع المحلي. طبعا اليوم كانت تخرج مدرستنا الأسقفية وكان شعور يعني لا يوصف عن جد، شعور رائع، وإن شاء الله يكون منها للأعلى بالجامعات والتخرج جامعة إن شاء الله. التخرج كان كثير كويس، في أغلاط صغيرة بتوقع انه هاي كانت الاشياء اللي حلت صراحه، ويعني كان كثير ممتاز، ما اتوقع انه يكون احسن من هيك. ورايه الاسقفيه بتتناقل من جيل لجيل، وهون الفوج الثالث بيسلموا الفوج اللي بعدهم رايه المدرسه. يعني حفل خريجين والكل مبسوط، ومعقول ما يكون في دبكه من طلاب وطالبات المدرسه؟ واكيد هالدبكه كانت بمناسبه عيد الاستقلال 78 لوطننا، وفعلا اشي حلو ومتقن كان. ومع الدبكة نختم الحفلة بتوزيع الشهادات على الخريجين، وليكمل بعديها الخريجين وأهاليهم وأصدقائهم بساحة المركز بزفة خاصة فيهم كلها طبل وزمر. ومن مدرسة الأسقفية العربية لمدرسة الرهبات الوردية، بصراحة وبشهادة الجميع الحفل كان من أروع ما يكون بفقراته
بترتيبه وحضوره الكبير، والكل كان مبسوط بحضور سمو الأميرة رحمة الحسن لتخرج كوكبة من طلاب متميزين بشهادة الأخت فرانشيسكا خميس مديرة المدرسة. الفوجة 39 للرهبات الوردية وعددهم 33 طالب وطالبة. أجواء كلها فرح وحماس وترحيب بسمو الأميرة رحمة الحسن، فاستقبلتها مديرة مدرسة الرهبات الوردية الأخت فرانشيسكا خميس ومساعد محافظ إربد عطوفة علي الحوامدة ومدير تربية وتعليم قصبة إربد الأولى الدكتور حمزة جادات والنائب وائل رزوق والأستاذ مزهر جوينات المدير التنفيذي لمدارس الرهبات الوردية، وأكيد بحضور كاهن رعية كنيسة اللاتين قدس الأب فراس عريضة جزيل الاحترام، إضافة للأخوات الراهبات وبعض من الكادر الإداري للمدرسة، وليرحب بسموها الطلاب الخريجين بباقة من الورد بألوانه وشكله المميز. بلش الحفل بالسلام الملكي ودخول موكب الخريجين. وبعدها لترحب الأخت فرانشيسكا بسمو الأميرة والضيوف وأولياء الأمور بكلمة شكر ومحبة لكل الموجودين، واستغلت حضور الجميع بهاي المناسبة لتثمن جهود جلالة الملك بتقديم الدعم والمساعدة للأخوة بقطاع غزة وحفاظه على مقدساتنا المسيحية والإسلامية بالقدس، ورسالة من قلب الموجودين بأن الصلاة لربنا هي دائماً موجودة للأخوة بفلسطين. بالحفل تم عرض فيديو للمدرسة كله شوق وذكريات من الماضي بالمبنى القديم للمدرسة. بالصور اللي انعرضت صرت أدور على حالي، يعني بدور على صورتي، لأنه أنا كمان كنت من طلاب المدرسة الوردية وأكيد بفتخر بهذا الإشي. فعلاً الشخص رجع لأحلى أيام حياته. وبعديها لتنعرض مقابلات مع طلاب درسوا بالمدرسة وصار عندهم عيلة ومنهم صاروا بأماكن ومناصب مختلفة، وذكريات الطلاب الخريجين كلها اجتمعت بهالفيديو عنهم وشو كانوا يعملوا ونشاطاتهم جوا هالمدرسة. كلمة الدكتور علي نجادات أكد وأشاد على كل شيء بتقدمه المدرسة للطلاب ووجه رسالة ليطمن فيها قلوب الطلاب عن امتحانات التوجيه. وهيك لتكون الأجواء الحماسية أكثر وأكثر بالقاعة، طلاب وطالبات الصف السادس أبدعوا على أغنية اطمح. وكلمات الخريجين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بتعبر عن شكرهم واعتزازهم بالمدرسة. وهون الفقرة المنتظرة، وصلة تراثية عربية بامتياز قادها أستاذ الموسيقى سامر مرجي لكورال المدرسة. أصوات حلوة الصراحة، لكن الأحلى المواهب الموجودة بين الطلاب والطالبات سواء كانت على الطبلة أو الكمان، وأغنية بكفي إنك أردني ورقصة خاصة بمناسبة ذكرى استقلال وطننا الحبيب. وهون نكون وصلنا للنهاية، وتوزيع الشهادات للخريجين وتكريم الأول على دفعة 2023 وتكريم كل شخص مضى على وجوده بهاي المدرسة 25 سنة أو أكثر سواء كان من الكادر التعليمي أو الموظفين. وهدية متواضعة من المدرسة لسموها. وبعديها سمو الأميرة رحمة وجهت رسالة للمدرسة وطلابها، وفعلاً اللي أنا حسيته ولمسته كانت كثير مبسوطة بالحفل وفقراته، لكن كان في جواتها غصة كثير كبيرة، غصة حزن بسبب أوضاع الدمار بالقطاع واللي بدورها كمان أثنت على جهود سيدنا بالمساعدات الإنسانية. ويلكم لحفلة تخرجنا، we're so happy، كتير مبسوط ان احنا اليوم، وحفلتنا كانت بتجنن، وthank you لسيستر فرانشيسكا وللأميرة رحمة اليوم لانهم كتير ابدعوا
لهي الحفلة؟ صراحة كان اليوم تخرجي كان باستضافة الأميرة رحمة، كان إشي كثير حلو، حتى كانت الفقرات كثير جميلة من الدبكات وحتى من الكرار اللي أبهرنا كلنا. صحيح، وزفة الخريجين بساحة المدرسة هاي كانت قصة ثانية. الله يسعدكم كلياتكم، كان يوم كثير بجنن، عن جد كثير بجنن، وشكرا للكل، بس أخيرا خلصنا. وبنختم تقريرنا عن أجواء التخريج من مدرسة الروم الأرثوذكس بالحصن، وتحت رعاية مدير عام مدارس البطريكية للروم الأرثوذكس المقدسية السيدة لين مداومت، وبحضور الأرشمندريات أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدارس الروم، وأكيد بحضور عدد من الآباء الكهنة. من هالإيدين للحلوين باقت ورد مميزة للسيد مدانات والأبونا قاقيش ليدخلوا من بعدها قاعة الكنيسة لنبلش الاحتفالات، وأكيد البداية كانت مع السلام الملكي ودخول موكب الخريجين من الروضة، وبالصلاة والدعاء للرب من الأبونا سمعان الخوري كاهن رعية الروم الأرثوذكس بالحصن للطلاب لينعم عليهم بالعقل والجسم السليم ليكونوا منار حقيقية بحياة عائلاتهم والمجتمع. وكلمة مديرة الروضة الخورية رنا الربضي حكت عن نشاطات الروضة وتقديمها الشكر للهيئة التدريسية وأولياء الأمور. يا رب إننا نأتي إليك في هذا الصباح واليوم المبارك محتفلين بتخريج هؤلاء الأطفال، رافعين أيدينا مع أيدي هؤلاء الأطفال الصغيرة وقلوبهم النقية، فإنك أنت القاهر، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. طالبين لهم ولنا نعمتك وبركتك السماوية. واسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر لمربيات ومعلمات مدرستنا على ما قدمناه من عطاء غير منقطع. أقول دمتم خير معلمات، وعسى أن تظل قلوب الأطفال الطاهرة عاملاً بحبكم، لكم كامل الامتنان والشكر. فقرات متنوعة وكثيرة لطلاب المدرسة والروضة وسط أجواء تشجيعية من الحضور، سواء كانت بكلمات الخريجين أو الأغاني أو الرقصات، ولينعرض فيديو بيشمل إنجازات ونشاطات المدرسة والروضة لهالفصل الدراسي. وقبل ما نختم هالحفل وجه الأبونا قاقيش رسالة فخر واعتزاز بأردننا الغالي، وليبارك للعائلة الهاشمية والوطن باستقلاله 78، واستغل وجود أولياء الأمور ليوجه جملة هيك بالمعنى الصريح: اقعدوا مع أولادكم، لحتى ما يكون في فجوة ما بين الأهل والأطفال، لأنها رح تنعكس بشكل سلبي عليهم بالمجتمع. فرحتي كبير اليوم بتخريج أبنائنا وبناتنا، إما بالكيجي 2 أو بالصف السابع، بصليلهم وكنا منصليلهم مع كل الكادر، لأنهم لسنوات كانوا عنا للصف السابع حتى وصلوا لهذا الصف، أو هلا بالكيجي 2، لأنهم هم جزء منا وقطعة منا، مثل ما أنتوا أهليهم في البيت إحنا كنا، والمعلمين والكادر الإداري والتعليمي هو كان أمهم في داخل المدرسة. ومع الفنان أحمد القرب وبصوته الجميل أطرب كل الموجودين وعمل أجواء حماسية أكثر، ليتم من بعدها توزيع الشهادات للخريجين لطلاب الصف السابع والروضة. أجواء حلوة عشتها مع الخريجين رجعتني للماضي، فحبيت أحطكم بأجواء الفرحة من خلال هذا التقرير البسيط الشامل. حفلات التخرج هي دعم للطلاب لتفوقهم العلمي بالمدرسة، وأنا بعتبرها برأيي الشخصي هي دفعة لقدام للطلاب ليعيشوا فرحة النجاح وتضلها راسخة ببالهم، ليعطوا أفضل وأحسن ما عندهم بامتحانات التوجيه. ومبروك لكل الخريجين، وإن شاء الله منشوفكم بأعلى المراتب يا رب. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.